اسم اللي خلق الخلق شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على الواد قبل ما يرحلوه. علاش يا حاجة؟ هشوفه يا فتح الله، وهاخد اخوه معاي يودع. اخوه مين؟ حسن ولا شاعر؟ شاعر. شاعر؟
هو هنا في بشنين؟ أيوة، بعت لي مرسال وقال لي إن هو عند خاله وعايز أشوف أخوه. يعني ما حرش عليه وحالف يمين ما يخطيش بشنين، ومش هغير كلامي. لو دخل بشنين هخلي الغفر بتوعي يجرجروه ويودوه على بيت العيد يقعد جرى أخوه ويشوفه زي ما هو عاوز. أما أنت يا أمه فبراحتك، تقدري تشوفي عبد الله زي ما أنت عاوزة. تلفون يا سيدي العمدة، تلفون من مصر. ألو، أيوة يا عمدة، أيوة، أنا لطيف، لطيف الحسيني، أنا مش سامعك كويس. أيوة، أنت ما جيتش ليه؟ ها؟ مش قادر تيجي؟ إزاي الكلام ده؟ طب خليك معايا، خليك معايا. خد يا حاج، كلمه أنت يا أخي. هلو، إزيك يا فتح الله يا ابني؟ ايوه انا الحمد لله بخير، بس خلينا في المهم دلوقتي، نوراي تعبانه قوي، الوضع متعسر. الدكتور فضل معاها طول اليوم ولسه ماشي من نص ساعه وسايب 2 سيستيرات وحكيمه وهي على صرخه واحده. فين توح؟ هتقولي فتح الله؟ الاوضاع عندك يعني ايه؟ الو فتح الله، المكالمة اتقطعت، نطلبه تاني. لا لا لا، مالوش لازمة، هو لو عايز يجي هيطلبنا، ودي احنا قاعدين مستنيين. يعني ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه مش عايز يجي؟ في حاجة سعادتك تعرفها وانا معرفهاش؟ باردون يا حاج رجب، انا بس ما قدرتش اعبر كويس، انا قصدي اقول انه مش قادر يجي. مش عايز ومش قادر، ممكن توضح اكتر؟ يا حاج رجب، انت عارف ان العمدة عنده مشكلة كبيرة قوي هناك، وبعدين اظن انت سمعت بيها. ايوة، مش حكاية اخوه اللي ضرب 2 بالنار؟ هو كده بالظبط، وبعدين المسألة مش سهلة. فتح الله هو العمدة، يعني رجل القانون، وله اخ في نظر القانون مجرم، يعني لازم يقبض على اخوه ويسلمه للبوليس. الله يكون في عونه، بس المسكينة دي اللي بتتقطع من الالم محتاجة تلاقيه جنبها. يعني ما تحملش هم قوي، دلوقتي حرمنا صفية هانم موجودة معاها وحواليها كل الناس دلوقتي. ايه دي؟ ازاي تليفون لهم ده فتح الله ياخد كل وقت دي؟ هو فين؟ لسه قاعد في بوشنين؟ سموك، اصل فتح الله بيه عنده مشاكل كتيرة هناك، مش هيقدر يجي على طول، لكن هو ان شاء الله هيخلص كل حاجة بسرعة علشان يجي. شيخ لطيف بيه، انت وانت جي مش كل حقيقة، لكن انت حاجي رجب، مش قلب حضراتكم يدق علشان ابناتكم نوراي هانم؟ طبعا سمو الأميرة بيدق، خصوصا لما شفت حضرتها ابكي واصرخ وقول فين فتح الله. بالظبط كده يا فندم. يبقى حضراتكم ازاي واقف مبلم زي واحد بجم؟ مش لازم اتحرك، اعمل حاجة، روح هات عمدة، كله حبيبتك نوراي تعذب وعاوز امسك ايد في ايد حضرتها عشان هي انسى الم. قوام من فضل حضراتكم. اولها ايه الست دي؟ ولا حاجه، اعمل معروف، انت تسمع من هنا وتفوت من هنا. وبعدين لازم تعرف كسمات هانم دي لا يرد لها كلام ولا يرد عليها بكلام. امان ربي، انا صليت 50 ركعه بين أذان عصر وأذان عيشة مكرم، ودعيت وأنا أبكي، ربي عظيم خفف ألم عن حبيبتي نوراي. ما تدخلتش فيها اسمه الأميرة. دخلت زبيدة لقيتها أبكي وإبسك كل حاجة في سرير قطعه، أنا كمان زيه. طب هي بتقطع الفرش والملايات من كتر الوجع، واسموك ليه بقى؟ زيه، أنا أشعر بكل اللي نوراي أشعر بيه. ربي، مالك سموك؟ كمان عندي ألم شديد في بطن حضراتنا. معقولة يا سمو الأميرة؟ مش عارف إيه دي، ممكن معجزة من رب سماوات. يعني إيه؟ لا لا، مش معقول زبيدة، لا، إله عظيم، في رب سماوات، أنا مش كنت أعرف ألم وضعي دي. دلوقتي روح حضراتنا وروح نوراي هانم أعرفوا سوا إن مصطفى بيك جاي. نسكتت يا سمو الأميرة، مفيش صريخ. يمكن حكيمة ولا سيسترات ادوله برشامات تخفف ألم. طب أنا هخش أشوف واجي أقولك على طول. أين
سلامتك يا نوراي. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا صفية. Congratulations, madam. You've got a very cute boy. Thank you very much. I will go to tell Dr. Makfous. Okay. تعرفيني قوي يا مصطفى. بس بحبك قوي. هفضل احبك قوي يا حبيبي. عشان خاطر ما تزعلش من بابا. اكيد هو نفسه يجي ويشيلك في حضنه. ان شاء الله مش هيتاخر. اوعى زينب، اوعى على وجهي. مصطفى بيك، مصطفى بيك حبيبي. لا سعيد، لا سعيد حبيبي قلبي تزعل. الله يبارك فيك يا حبيبتي. شفتي القمر؟ جميل حبيبي، اجمل من قمر كتير. ربنا يخلي لينا يا حبيبتي. مصطفى بيك شرفت حبيبي. شمسك طلع على دنيا كسمت ونوراي. لحية جميلة. في ثواني، مع اننا كنا في عز الليل، انتشر الخبر على كل لسان في البلد. المصراوية جابت الواد للعمدة، المصراوية جابت الواد للعمدة. مش عارف ايه اللي فرحني بالجوي كده، مع انه ما كانش الواد الاولاني، وقبلتي الجازية جايبه له اسماعيل قبل كده. لكن شيء الهي كده خلاني احب مصطفى ده من اول ما جه خبر ميلاده. يمكن لاني قلت في عقل بالي ان الواد ده هيطلع حلو وابن عز زي امه، وفضلت مستني اخويا العمده يرجع عشان اطلع الفرحه في عينيه وابارك له. بس اتاخر ومش عارف خرج من اوضه التليفون وراح على فين. عنك يا شرف، عنك. خليك انت. حاضر يا جناب العمده. شرفت في وقت غريب قوي يا مصطفى. عمك بترحل الصبح على سجن المركز، وعمتك قاعده بسكينه مغروزه في قلبها، لا تقدر تعدها عايشه ولا تعدها ميته، وستك لسه واقفه على رجليها مع انها شايله هم البيت والواد وشاربه مرارة الخوف على الباقيين، وابوك اللي كان لازم يتلقاك في حجر وساعة ما جيك الدنيا مربوط في سكية خطر وشر، بتقلب من برها مية مسمومة. اقول لك ايه يا مصطفى؟ اقول لك وشك مش حلو وطلتك علينا شين؟ قلبي ما يطوعنيش. ايوه، اللي من قبل ما اشوفك حبك ملكني زي حبي لامك الاميره. علشان راي سامحيني. كلها ساعه زمن ولقيته راجع ومعاه الغفير شرف. اسبق انت بالكلوب على الدوار يا شرف، واني جاي مع سيدنا. ومشوا انتوا كمان. اسمع كلام شيخ الغفر يا شرف. ماشى شرف بالقلوب ناحية الدوار، وفتح الله واقف مع علوان وبيكلمه. بس كان نفسي اسمع بيقولوا ايه. يعني انت قرايا من ساعتها؟ واجبي يا سيدنا، عينيا تكون عليك من بعيد لبعيد من غير جنابك ما تحس. وليه ده كله ان شاء الله؟ الوضع اتغير يا سيدنا من بعد اليوم الشومياه، ومش بعيد تحصل اي حاجة. فيه عالم في السخوية ناويين على الشر. وبعناية شفت عباس السخاوي وابن أخوه بكر بتوع سيدي غازي واقفين عند دار الحج يونس. يبقى واجبنا نستحرص في العموم، لكن كل الحسينة كوم وسيدنا العمدة كوم لوحده، عينينا لا يمكن تورب من عليه. طيب من يمنين من يطالع أو داخل؟ بيبقى معايا الغفير شرف، ما يفرقنيش. شرف ده في الأصل غفير صحيح، لكن ما بقاش فايق للحراسة دلوقتي قد ما هو مكفي على خدمتك. ده بيبقى ماشي قدام سعادتك ينور لك بالكلوب كأنه بيقول للي بيتربصوا لك اهو العمدة قدامكم اهو، تبقى حراسة ايه دي؟ يعني انت خايف عليا يا علوان؟ لو ما كنتش خايف على سيد البلد وعمدته يبقى ما استاهلش ابقى شيخ غفر، واصلح لي اشتغل تملي ولا افرش بتشتي زبدة في السوق. ماشي يا علوان، اعمل كل اللي تقدر عليه
عشان تحفظ أمن البلد وزمامها. تمام جنابك. ها مين هنا؟ أنا يا عنوان. يعني هيكون مين؟ بعدين مالك؟ عامل لك زيتك كده ليه؟ أنا كمان قلقان قوي يا برعمدي. اسمعونا، مش عايزك تقعد في البلد أكتر من كده. بكرة الصبح تنزل على كفر الشيخ، أنا أوفر لك حماية هناك ليك أنت وأخوك لغاية لما الغمة دي يبان لها آخر. نسيبك لوحدك؟ يعني مش لوحدي يا غالي. أنا عمدة. قالها يا غفر يسد عين الشمس. رجعت الحسين وأهل بشنين. وكفاية أمك الحجة. بمناسبة أم الحجة، كانت بتسأل عليك وبعدك تصدقها تقول أول ما ترجع من بره يا ريت تطلع لها. على فين العزمة؟ على بيت العدة زي ما أنت شايف. اسبقيني يا صديق. حاضر يا ست الحجة. قلت إيه لأخرك يا أمه ما رحتش من بدري ليه؟ معني كنت جاي مروح، لكن جاني مرسال ان ربنا كرمك بابن تاني، ابن المصراوي. قلت استنى علشان ابارك لك وحنن قلبك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ام. الله يبارك فيكي. بس مصطفى يبقى ابن فتح الله الحسين، مش ابن المصراوي. بعدين عاوز تحنن قلبي على مين؟ على اخوك يا حبيبي. اخويا مين فيهم؟ حسن. أنا عارفة إنك بتحبه زي ابنك بالظبط، وعبد الله مالكش يد في اللي حصل، وكويس إن الحكومة خدته عشان يبقى بعيد عن السكاوية. تقصد شاهر؟ أيوه شاهر. هو شاهر؟ أيوه هو هنا. هو فين؟ بس اصبر. بقول لك هو فين يا أمة؟ أنا هنا يا برعودة. أنت إيه؟ بتتحداني وتكسر كلامي وتخش داري؟ دخلت الدار دي لأنها داري زي ما هي دارك يا عمدة. دار ولاد إسماعيل الحسيني وست إخواتها بنت السخوية. صحيح أنت تقدر تمنعني من دخول أي دار في بشنين كلها إلا الدار دي، وأني ما استجريش أتحداك ولا أكسر كلامك. بالعكس، أنا جاي أترجاك وأستسمحك أروح مع الحاجة أشوف أخويا عبد الله، وبعديها هخفى من قدامك خالص. شاهر أني ضمناه، وإذا كان بيترجاك أني بقول لك هاخده معايا بيت العدة بكيفك أو غصب عنك. أنت كده مصغرين يا حاج. لو حسبتها كويس هتعرف إني بكبرك. يلا يا شاهد. روح يا برعودة. أنا قلت كلامي ما يتناش. قدامي يا ولد. حاضر. ما تمد ايدك يا ابني وقول. ماليش نفسي يا ام. شرى لك يا الله عبد الله. ده الغفر بيقولوا انك ما دوبتش الزاد لغايه دلوقتي. ماليش نفسي يا شاهر. سيبه يا شاهر. لما تتفتح نفسه يبقى بالهنا والشفا. ليه يا عبد الله؟ هو اهلي ليه؟ استني انت بس يا حاج. انا بسال اخويا على حاج. ليه يا شاهر؟ ليه ضخيته ولاد السخاوي؟ لو ردت فيهم الروح تاني يا شاهر هقتلهم تاني وتالت. انت كنت معايا يا اخويا وشفت. شفت اختك رضوانه وهي خارجه من دار السخاوي يوم صباحيتي وهي متهانه ومكسوره ووشها في الارض بعد الجبان اللي ما تجوزش عليه الرحمه لا هو ولا ابن عمه. قامت عملته طلقها اول ما النهار ما شكش. وبدل ما تسالوني عملت كده ليه يا عبد الله، اسالوا رضوانه الغلبانه هتعمل هي ايه؟ راجل مين في الزمان كله هيحط ايديه في ايدينا بعد ما اختنا اتطلقت يوم صباحيتها يا ام. بس يا ام بس الحمد لله الناس كلها عارفه ان اختنا طاهره وشريفه، واللي حصل فيها ده حصل ظلم،
وربنا ألهمنا ننتجم من اللي ظلموه. تعرف يا عبد الله، انت طلعت ارجل ما فينا، واحنا مش هنسيبك، وهنوقف لك اكبرها افوكادو بره مصر كلها، وان شاء الله هتطلع بره. ما تكذبش على نفسك يا شاهد، انا عارف انني لو فلت من حكم الاعدام هترمي في السجن كتير، واني موافق وراضي. اجل وكفر عن سيئاتي، بلغوا الحاج عبد الخالق انني طلقت بنت ام الخير وش الخير وربنا يتولاها. ماما خدي بالك من رضوى. شاهر ارجع اللي في دماغك وفي نيتك، وما تغضبش على فتحها. زعلان كده على طول؟ لا ما في زعل بيدوم. بس أنا بقى لسه زعلان. زعلان ليه إن شاء الله؟ بحاجتي تنسى إن الحجة ضربتني وأنت ما جبتليش حج منها. اصلح لك تنسي الموضوع ده وتكفي على السيرة دي. ليه بس يا عمدة؟ ده أنا بجر معاك كلام عشان أبارك لك. بيقولوا المصراوية ولدت وجابت مصطفى. الله يبارك فيك. يتربى في عزك يا عمدة. بس ما تنساش البكري. صباح الخير. وانا راجل جارك يا جازية، مش مالك اروح اشوف ابن حبيبة عمري. ده حتى يبقى حرام يا عمدة، البنية بتوضع اول حمل ليها وتدور حواليها ما تلاقيش راجلها، بعدين ابنك ينزل الدنيا وابوه بعيد، تيجي ازاي دي؟ هقول لك يا بار يا جنب اشرح لك كل حاجه. كان ممكن لو طلبتني بالتليفون احكي لك عن موال كله من غير ما تتعب نفسك وتصحى الفجر وتيجي هنا على الضحى. ما كنتش فاهم يا عمده. انا اللي جه في بالي ان فتح الله الحسين ده راجل يعرف الاصول ومش ممكن يعمل حاجه زي دي بخطر، ولازما في شيء غصبه. قلقت عليك، فكرت فعلا اطلبك بالتليفون بعد ما كلمتك مع لطيف، لكن قلت ده هيطمني بأي كلام ومش هبقى عارف الحقيقة. قلت ما بدهاش بقى، لازم اجي بنفسي اطمن عليك وبعدين ارجع اطمن على المسكينة دي اللي عليها عيشت. كلامكم ليه على قد ما بيزعلني من نفسي على قد ما بيفرحني، لانه بيحسسني اني غالي غالي عليكم. عايزة كلام ولا فيها فصال يا فتح الله؟ عارف يا عمي عارف، انا هحكي لك عن موال من اول، مش بس عشان تعصرني، لا الاهم انك انت تطمن وراي وتقول لها اللي منعني هو خوفي، خوفي على البلد ومسؤوليتي، مسؤوليتي على اهلها. وانا هقولها لك بصراحه، انا مستعد اقدم روحي للناس اللي عاوزين ضرولتهم قصاد ان سيره الدم دي تخفى من اولها. بتقول ايه يا عمد؟ اسمعني يا ابو رشاد، فتح الله في خطر يا ربي. شيخ رجب بيقول ان في شباب اتنين ضربهم اخو فتح الله بالبندق ماتوا، وبلد مشنين هي وبلد جنبه اسمه مية سخاوي. اسمها ميت السخاوي. يفت هي دي ميت سخاوي، بقى لازم يضربوا ناس من عائلتهم. ده حسيني وفتح الله لازم يفضل هناك علشان يمنع جرائم دي. والشيخ رجب كمان قول ان هو مش يقدر يجي، وان هو مستعد يضحي بروحه علشان يفدي ارواح كتير.
الله نوراي، شفتي مشاعر انسان جميل رقيق. بس انا مستحيل اتخلى عن جوزي وهو في محنه زي دي، انا لازم اسافر له حالا. انت مجنون نوراي، ازاي يقوم من سرير وانت لسه في هالنفس؟ باردون نوراي هانم، كمان في بيبي رضيع، هتاخديه على ايدك ازاي؟ وزي البرنسيس ما قالت، انت لسه نفسه، ما ينفعش تخرجي قبل الاربعين، ده مش حلو علشانك. عفارم حضره وصيفه طيبه كتير راويه هانم، واحسن من صفيه هانم. تشكرات لطيف بي، انا كل حضراته ان حضراتكم افضل هنا في سرايا، اما صفيه يفضل في بيته او غضبان عند اهله في اسكندريه. جريه يا تيزا، احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تخليكي في حالك. شو اسمه راي وخليك في سرير؟ مش هينفع، انا واجب عليا تيزا كزوجته يحتم عليا ان اكون جنبه. موسى حتم واجبك ناحيه ابنك مصطفى بيك قبل اي واجب تاني. خليك في سرير، نرس جايه في ميعاده يجيب مصطفى بيك ياخد رضع بتاعه هو. بنت زبيده تحت امر سمو، خليك واقف هنا وامنع حضرتها من خروج. ورايا راويه. لا اختبار لفتح الله يا حاج رجب، تحدي لو نجح فيه مش هيقدر حد فيهم يقيم دماغه قدامه او يرفع صباعه في وشه. هو عارف ده كويس قوي، عشان كده هو مصمم يثبت رجليه قوي في بشنين اليومين دول. طب قدرنا ان دي امور سياسته في بلده، نوراي بنتي ذنبها ايه؟ وازاي هتقدر تتحمل ان جوزها يفضل غايب عنها حتى بعد ما توضع؟ بتحب واحد يوم يعمل كده؟ والحب ايه؟ الحب مش معناه انك انت تستحلى حب اللي بيحبك وتركنه على جنب لحد ما يجيلك كيفك، لا، الحب معناه انك تفضل قريب طول ما انت قادر وما تدورش على عذر يبعدك. اوه انت مالك متحمل عليه كده ليه؟ عشان ما رضيش ينزل معاك مصر ولا في حاجه تانيه؟ حاجي رجب كلم كلام تمام، فتح الله مش يحب نوراي زي ما هي تحبه، واحد زيه كان زمانه فوق طاير من سعاده. اقعد عند اقدام حبيبته نوراي، شيل بيبيك في حضنه. لكن دي واحد نمرود اتجوز نوراي هانم علشان ياخد ارض ادومين ووسيه، وبعدين اقعد هناك جنب زوجه قديمه في بلد بوشنيل. مش يسال في حبيبتي نوراي. حلمك اسمه الاميره، انا ما قلتش الكلام اللي جنابك بتقوليه ده ابدا، ما قلتش ان فتح الله ما بيحبش نوراي. لا قلت، مش صح راجل كبير يقول كلام ويرجع انكره. لا 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 لا، ليه بس كده؟ ليه طولت اللسان؟ انا فوتلك مره قبل كده. تردش عليها، خلينا نخلص. وانت حاضر الشمشيرجي واش وشكول ايه؟ شمشيرجي انا احتاج يا سمو الاميره. شس، بدل ما احتاج وقول كلام فارغ، روح كلم حضره حكيم يشوف حال مع نوراي. وانت حاجي رجب اطلع كلم مع بنت حضراتكم، نوراي مصمم انزل سافر روح بوشنين. لا 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 لا، دي ست غريبه جدا. معقوله يا بابا انت لسه ما خدتش على طبعها؟ والله ولا 100 سنه. مشكله خالتك دي انك ما تعرفيش هتفاجئك منين، تبقى بتكلمك في اليمين وفجاه تلاقيها بقت في الشمال في نطه واحده. بس طيبه قوي وبتحبك قوي. نفسي بقى تكون سامحتها. الحقيقه ما قلتليش حاجه يعني تحتاج ان انا اسامحها، علشان كفايه انها كانت حنينه عليكي وحمتك من اذى اللي ظلموا امك واعتبروها مجرمه تستاهل الحبس في اوضتها لغايه ما على صباح النهار تموت. وانت هربت وسبتها زي ما فتح الله هرب وسابني؟ اظلميني زي ما انت عايزه يا بنتي، مش هدافع عن نفسي ومش هقول لا، بس ما تظلميش فتح الله. يعني ايه يا بابا؟ ما كانش يقدر على المشوار زي اللي انت عملته ده؟ يجي يبارك لي ويطمن عليا ويشيل ابني في حضنه ويرجع؟ معقوله يعني هيجي لحد عندي وتبقي انت وابنك في حضنه وبعدين بعد ساعه زمن يروح سايبك وماشي كده؟ مش احسن من ما فيش خالص؟ يا بابا ده انا اول ما عرفت انه عنده مشاكل ما فكرتش مرتين ان اكون جنبه واسافر، لولا انهم يعني خوفوني كده من حمى نفاس وحاجات كتير قوي رعبتني. معاهم حق، انت مالكيش خروج ولا سفره لما تربعاني. بعدين اطمني اتحلى بخير وهيعدي الظروف اللي هو فيها دي، مش بقيت تلاقيه جنبك في اي لحظه. ولو اتاخر؟ لو اتاخر يعني هسافر. لا مهما غاب يا بنتي ما تسافرلوش بنفسك. هو قال لي بعضمه لسانه يابا الحاج رجب خلاص سرايه كفر الشيخ اتبنت واتبيضت
ويادوب بس تتفرش على ذوق ومزاج اهل السرات وتيجي ام مصطفى تنور. بجد يا بابا؟ هو يعني قال لك ام مصطفى؟ ايوه بجد يا بابا، قال لي ام مصطفى بالحرف. طب انا عايز اقول لك على حاجه بس مكسوفه. طيب اقوم انوح ابعت لك خالتك تقولها لها. استنى يا حاج استنى، انا عايز اخد عليك، عايز اشيل الحجاب اللي بيني وبينك كده واحس ان انت ابويا وانا بنتك. طب وايه اللي حيشك يا بنتي؟ قولي يا نور عينين ابوكي. كنت عايزه اقول. ما تقولي ما تتكسفيش. بتحلى وحشني قوي. مش هيغيب يا بنتي مش هيغيب. بابا اوعى تكون يعني اتخانقت معاه علشان. ابدا، ده بالعكس كان مصمم ان انا بايت معاه هناك، ولما اصريت وصلني بنفسه لغايه كفر الشيخ وفضل معايا لغايه ما الاوتوموبيل بتاع مصر جه يطلع، وقال لي وهو بيضحك سلم لي على اللي في المحروسه وبص لنوراي وبص لمصطفى والامر لله، سلم لي على البرنسيسه. حرام عليكم، دي تزم كزمات طيبه قوي وبتحب الناس كلها، هي بس لولا طبعها التركي الغالب عليها ده. بابا علشان خاطري انا عايزاك انت بالذات تعملها كويس، انا ماليش في الدنيا دي غير اربعه، ابني مصطفى، ايوه، وجوزي حبيبي فتح الله، وتزم كزمات، ايوه، وبابا راجل. علشان خاطرك وعلشان هي ست طيبه فعلا انا هشيلها فوق راسي. ربنا يخليك لي. لا بالمناسبه قولي لي مين الهانم اللي كانت نازله معاه من عندك دي؟ انا اصل متعود اشوف جماعه لطيف بيه. دي راوية اخت لطيف بيه، اصل صفية غضبانة عند اختها في اسكندرية، ولطيف شكله كده يعني مش عايز يصالحها، فبعد جاب راوية من منصورة عشان تعيش معاه، والتزم كزمات اول ما شافتها مسكت فيها عشان تبقى وصفتها بدل صفية. يعني ايه مش قادر توصل لها؟ ابعت اغا من الاغوات اللي عندك يروح الجناح بتاع البرنسيسة ويقول لراوية ان اخوها على التليفون. الله، معضلة دي. نعم انت عملت كده؟ طيب طيب خلاص، معقول ده؟ الو الو، ايوه سنترال، عاوز عمدة بشنين 27 كفر الشيخ. اصل لطيف بيه اخويا متعود ناكل سوا. ليه كانت بدي حضرة وصيفة مع ان يقول انك كويس كتير وانا كدبت في اسمك؟ يفت انت قول لطيف بيك متعود مش ياكل الا معاك، دول كدب. انت جيت من شهر ونص بس، قبلها كان بياكل مع مين؟ يمكن كان في الاول بياكل مع ابله صفيه في الفيلا القديمه، لكن لما نقل في الفيلا الجديده وانا جيت كان حريص دايما ان احنا ناكل سوا. ليه؟ هو اخوك مش جوزك؟ الحكايه مش حكايه اخ ولا زوج، اصل ابي لطيف بيعاملني زي بنته بالظبط، ما هو اللي مربيني. بابانا مات وانا عندي 12 سنه. خلاص كفايه، انت مش قول حكايات قطع قلب حضراتنا، اتكلم في موضوع تاني. طب موضوع تاني زي ايه حضرتك؟ اي موضوع. طب ايه رأي حضرتك في الموضوع اللي اتكلم فيه الحاج رجب مع ابي لطيف امبارح؟ كلام عن ايه راوية؟ كلام عن الحب يا سمو الاميرة. حب؟ انت عاوز تكلمني عن حب؟ مش جيت تبقى قلة حياة؟ بنت لسه في سنك. بنت في سني ايه يا سمو البرنسيس؟ انا عندي 30 سنة واتجوزت وانا عندي 17 سنة. امان ربي، انت متجوز ست راوية؟ امال فين حظر الزوج افنزم؟ حظر الزوج افنزم راح. مشي مشي. راح فين؟ تقصد حضراتكم انه هرب؟ لا انطرد، اصل اكتشفت انه عفريت فطردته. انت واحد ست مجنون راوية. ليه بس يا سمو البرنسيس؟ انا قلت ايه زعلك؟ انت جيب سيرة عفريت وانا خايف، مش احب سيرة عفريت. انا اسفة يا سمو البرنسيس، انا والله بهزر معاكي مش قصدي ازعلك. ايه هزار دي؟ يعني انت مش طردت حظر زوج؟ لا مشي لما عرف ان انا مش هجيب له خلفة، وقالوا له الحكمه في نفس اليوم طلقني. امان ربي امان، مظلوم كتير راوية، طعنت حب في قلب مليان بالحب، عز بروح ادفي نور حياة. معقولة يا سمو البرنسيس انت زعلانة وكمان هتعيطي علشاني؟ يفت ابكي علشانك وعلشان كل هريم مسكين، مش عاوز اسمع كلام عن حب تاني. رجب علي دي واحد خرفان ومش عارف لغاية دلوقتي ازاي سيبالها انا محبه واتجوزه. كزمات هانم بتقول انها بتكره الحاج رجب العلاجلي لانها في عقلها الباطن متصوره ان هو السبب في اللي حصل لسبال اختها ام نوراي، ولولا بقى نوراي بالتحديد كانت رميته بقى لكلاب الدايره تنهشه. متهيألي انت بتظلمها قوي كده يا بيه.
على فكرة دي ست طيبة جدا، عيبها الوحيد بس عنطزة التراكوة اللي بتخليها ساعات تبان كده شديدة وعصبية. تصوري بقى ان ده نفس رأي حاج رجب على الرغم من اللي سمعه وشافه منها. ايوة ما انا سمعته النهاردة هو بيبرطم وبيكلم نفسه وكأنه بيرد عليها وبيقول لها بلاش قلة أدب وطولة لسان يا ست انتي. السلام. وانت بقى سمعتيه بيكلم نفسه ازاي؟ لا هو ما كانش بيكلم نفسه يعني، هو زي كان اللي كان بيهمس كده يعني. وانت بقى مترتقل ودانك عمال على بطال. يعني ايه يا ابي؟ طب انا بقى ما اقعدش هتكلم معاك تاني. تعالي بس اقعدي كملي اكلك، انا بهزر معاكي. انا كلت وشبعت الحمد لله. انا كمان كلت وشبعت. ما تنسيش احنا هنشرب الشاي مع بعض الساعة 5. تقدري تقولي ان المسكين ده كان في منفى اختياري واجباري في نفس الوقت. افهم بقى انه هرب من اضطهاد البرنس ليه واصراره انه يقتله، بس منفى اختياري واجباري طب ازاي؟ لانهم اجبروه انه يسيب بلده ومراته وتجارته. يبقى انسان ضعيف يا ابي، كان لازم يقف لهم ويدافع عن مراته وحقه وبيته. الا على البر عوام يا راوية، احنا ممكن واحنا قاعدين هنا مرتاحين نحكم على ناس بالبراءة وندين ناس واحنا قاعدين بنشرب شاي في فيلتنا الجديدة دي. ما قلتليش يا ابي هو ميوله سياسية ايه؟ زيك؟ ايه ده؟ وانت مالك ومال ميولنا سياسية؟ وايه حكاية زيك دي؟ طب انا ايه في رأيك؟ انت مش وافدي على كل حال، بس ممكن يعني الحاج رجب يكون جرالك ايه يا رب؟ مالي؟ مالي ايه يا ابي؟ ماليش. ايه بقى؟ ماسكة قفية رجب القلايلي ده ليه؟ وبعدين انا عايز اقولك حاجة مهمة، رجب ده راجل كبير واكبر منك بتلاتين سنة، وتحت اي اعتبار ما يصحش ابدا تفكري فيه. انت بتهني يا ابي؟ لا يا راوية انا ما اقصدش اي اهانة طبعا، لكن انا كل اللي خايفه انك انت ممكن تفكري في شخص وتتعلقي بيه. انا ما بتعلقش بحد، وحضرتك اكتر واحد عارف اني متعقدة ومستحيل ارتبط براجل بعد اللي حصل. عن اذن حضرتك. مصطفى بيك شوكوزال شوكوزال، انت ببيك لطيف، انت ببيك جميل، انت اطلع عمده كبير زي بابا فتحل. ترقي يا حبيبي، انت مش عايزني اكلمك زي تيزم كزمان؟ طيب ليه بس؟ ما انت لسه واكل ومستحمل ريحتك تجنن. توتي توتي زعلان من بابا عشان مسائل فيك ولا عايز اشوف. بليز يور هاينس ليت مي تيك هيم تو بيد. اوكي مس روز يو كان تيك هيم ناو ثانك يو فيري ماتش. انا سامع صوت مصطفى بيك ابكي، مش لقيته في السرير. Excuse me, Your Highness. Mustafa must be in bed right now. تجنن روز؟ انت امن حضراتنا خد بيبيك في حضنه؟ Give him to me. Never. And if you insist to interfere in my work, I will resign. Stop there. تيزم. من فضلك. مس روز نرس ما تعوضش. سيبيها. تقول ان نرس روز ماري ما تعوضش؟ انا بكره في صباح جيب 10 احسن منه. بس دي بيت مصطفى بيحبها قوي. طب انت ما خدتيش بالك ان هو بيبطل عياط لما هي بتشيله؟ صحيح نوراي مش خدت في بالي. مصطفى بيحب روز ماري، هي كمان روحه فيه. انت عندك حق، وبيني بينك نوراي مش افري جود نيرس كويس. انا اروح دلوقتي ارتاح شويه علشان عندي سهره عند برنسس تانسو لازم احضره. جايب ست منيره مهديه علشان ايه؟ هي عيد ميلاد بنته. على فكره نوراي ايه رايك حبيبي نجيب ست مهديه في سبوع مصطفى بيك؟ حاضر هفكر واقولك. ايفات حبيبي. اتفضلي سموك اللي طلبتيه، حطيه عندك على الترابيزه يا زبيده. امشي انت. توكو
حبيبي. يا ريت يا توحى على ما يخلصوا يكون البيت اللي انت بنتولي في كفر الشيخ خلص. بابا رجب قال لي انه جاهز على الفرش. انا وتزم كزمات هنختار المفروشات والموبيليا من هنا من مصر ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، وننقل البيت الجديد في كفر الشيخ. انا متاكده ان ذوقي هيعجبك. تعرف ليه؟ عشان انا بحبك قوي. يا ترى انت لسه بتحبني يا توح؟ نوراي. سرحان في ايه كده قوي ان شاء الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج عبد الخالق. ما احنا رمينا السلام وانت ما ردتش، ما سمعتناش. روح يا جولي لغاية ما دردش مع العمدة حبتين. أنا كنت همشي من نفسي بس قلت أسلم على عمدتني. ازيك يا عمدتني؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله، استغفر الله، متشكرين. اتفضل يا حاج عبد الخالق، اتفضل. اتفضلك المولى. لو أنت أبوك عبد الخالق يا شرف. حاضر يا جنب العمده. على الريحه يا هلا. اخبار عبد الله ايه يا عمده؟ رحلوه سجن المديريه، قضيته هتبقى جنايه طنطه. ايوه بلغني، وبلغني كمان لطفي بيه زيدان المحامي المتصيد هو اللي ماسك قضيته. انت عارف الاخبار اهو، امال بتسال ليه؟ بسالك عن الاخبار اللي تهمني، واللي قلت لي انك هتجيبها بعد ما تزوره في سجن المديريه. قصدك خبر الطلاق؟ بسيطة يا حاج، بسيطة. انت تاخد بنتك ام الخير وتروح بيها على سجن المديريه. عبد الله هناك حيرمي عليها اليمين، مامور السجن هيوفر له 2 شهود. يعني ملحوقه ما تشيلش هم. بيني وبينك عبد الله كان رامي عليها اليمين قبل الحادثه والقضيه، ما كانش يعني كان طفشان منها. علام مندوه، أنا عاوزكم على انفراد بالإذن يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا أبو عبد الخالق وازاي وقتك؟ القهوة يا حاج على الريح ولا أنت هتمشي؟ أنا كنت ماشي لكن هشربها. رحت وقلت عدول يا مندوب؟ كنت فين؟ ما أنت عارفني يا سيد البلد، أنا مواطيك شركة في مطرح. ده أنا زي فرج علوز. أنا هقول للعمدة اللي عمرك ما هتقدر تقوله يا مندوب. أنت اتجننت يا علام ولا اتجننت؟ اتجنن لما يلخبط كيانك، خايف من إيه؟ عندك أنت والله. أنا ما بقعدش زي الأطرش في الزفة، ما تفهموني بتتكلموا عن إيه؟ لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عالم ماشي ماشي ورضا. هو ابن آدم ريشة طايشة في قضاء، بس صبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك سواب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب، الصبر الطيب. بحر الحياة متاهات وبر النجاة، في الغيب وطايحة بما رياح القدر. في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب. والصبر طيب، الصبر طيب. كل ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حلنا عين الاشياء ماشية ورضا. هو ابن آدم ريشة طايشة فضا، الصبر طيب والسؤال له جواب. تعمل صواب تاخد نصيبك ثواب.
راح يعود طول ما احنا رحنا فيه وعايزين نكون والحق والحرية أصل الوجود عالأصل دور والشدايد تهون وأبو قلب طاهر دعوته تستجاب والصبر طيب الصبر طيب لكل ده المكتوب